لو سمحت اشترك بالقناة. النهارده معانا موقع جميل جدا، لو انت حابب ازاي مثلا، لو في فيديو ساعة او ساعتين وانت مش عايز تحمله كله، عايز تحمل نص ساعة منه مثلا بس، هتعمل ايه؟ هتدخل على الفيديو اللي انت عايزه كمثال اهو، انا ساخه لينك الفيديو بتاعك اللي انت عايزه، هتروح على الموقع اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، هتعمل لصق. بس خلي بالك من حاجة مهمة معينة جدا، ال HTTP اللي في اول اللينك بتاع الفيديو لازم تحذفها زي كده اهو، تمام. وبعدين نعمل ندوس هنا، هيتعرف على الفيديو بتاعك اللي انت عايزه، هيجيبه لك قدامك، تمام. وليكن الفيديو ده مثلا هنخلي احنا اللي محتاجينه مثلا دقيقة واحدة بس، لو زي ما احنا عايزين يعني، هقدم دقيقة وتعمل ستارت تايم، تمام. ده البداية اللي انت عايزها، وهنيجي مثلا انا خلي دقيقة واحدة بس وليكن هنا مثلا دقيقة، وتعمل end time، تمام. هو كده ايه، حدد لك الوقت اللي انت عايزه، زي ما انت شايف هنا البداية هنا النهاية، تمام. تنزل تحت الصيغة اللي انت عايزها، لو انت عايز صوت، لو انت عايز ويب، لو انت عايز جي اي اف، ونخليه بفور، وتعمل cut، تمام. هيحمل شوية زي ما انت شايف. موقع جميل جدا، هيفيدك جدا، هيفيدك بدل ما انت لو انت عايز تحمل فيديو ساعة وانت مش عايز منه ربع ساعة بس، هتعمل داونلود فايل، انت عندك داونلود مانجر هتلاقيه يحمل لك كده على طول زي ما انت شايف، تمام. سريع جدا، مفيش اي مشكلة، هتلاقي الفيديو نزل لك ان شاء الله بالوقت اللي انت حددته بالظبط، مفيش زيادة فيه ولا اي حاجة، بنفس الجودة اللي انت عايزها ونفس الصيغة اللي انت اخترتها، تمام. كده وخلص، هنفتح الفيديو ونشوف احنا حملنا قد ايه. زي ما انت شايف حمل لي الوقت اللي انا حددته بالظبط، الدقيقة اللي انا وريتكم، زي ما انت شايف اهي. ياريت لو استفدت بالمعلومة دي، ما تبخلش عليا بالاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو، وشكرا ليك.